الأسواق عشية العيد في بغداد العاصمة، حيث الحركة التجارية النسبية، إذ يؤكد أصحاب المحال أن بضاعتهم لم تشهد رواجاً لأسباب اقتصادية وحالة التقشف التي أثرت بشكل كبير على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود. تلاحظ الأجواء والأسواق شوية صحيحة مكتظة، بس ماكو بيع وشراء، يعني مثل العالم تفتر تحاول تتفرج وتروح. سبب الأوضاع اعتياد المعاشية اللي يعيشها البلد، تعرفون يعني شغلة الرواتب ما قاعد تتناسب يما موجود بالسوق، طبعا شيء أكيد هذا. فلهذا شوفوا العوائل أغلبيتها اللي حتى اللي تتبضع فد شيء على قد ما يناسبها، يعني ما أعرف. بقى ضروري أن يكون دعم قبل الدولة لهالشريحة مال المجتمع هاي، اللي ناس اللي ممكن اللي ما تقدر تتبضع أو تتسوق أو ما ممكن أنه تشتري في حاجة خارج قابليته وخارج نطاقها. وكل ناس أغلبية العراقيين طيبين، ما يقدر يسرق أو كذا أو ما أعرف إيش، فيحاول دائما يلم قوته ويتبضع ويتسوق ما هو حلال. السوق بدأ يتناسب ويا الرواتب الموجودة اللي تعطيها الدولة للموظفين أو الكسب أو كذا. أكو عالم قسم عقود تحاول دائما تثبت في سبيل راتبها وماكو مناشدة من الدولة، العالم وين تروح؟ وعلى الرغم من حالة التراجع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن، إلا أن البعض تمسك بقدسية عيد الأضحى المبارك ورسم الفرحة على أطفال أتعبتهم مشاهد العنف اليومية. دعوات أهالي بغداد أن يسود العراق السلام وانقضاء ليال زاد من عتمتها العنف ولغة الدم. أنا من ناحيتي يعني أشوف هذا الشيء صحيح، يعني دائما نحاول أنه نلم منا، لأن الرواتب ما تكفي بصراحة، يعني راتب الموظف يا دوب على قد الإيجار والمصرف والمولدة، تعرف الطلبة عندنا يعني مدارس، فرحة الطفل نشتري لها قاط العيد وقاط العرفات ونقضيها شو ما كان، والله كريم. كل عام والعراق بخير وبغداد السلام بخير، وجميع المحافظات من بصرة لزاخو، ويا رب يقوم العراق بخير. السلطات الأمنية ذكرت لسامراء الفضائية أن شوارع العاصمة ستشهد قطوعات وتواجدا أمني مكثف كإجراء احترازي. لسامراء الفضائية إبراهيم الدوري، بغداد.